السلام عليكم اعزائي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا مع بعض معسله من المعسلات الرمضانيه اللي الكل كيعرفها وهي الزلابيه. هذه الحلوه هذه اللي كتجي رائعه، البديل ديال الشباكيه، سهله خفيفه ظريفه ما فيهاش مقادير كثيره. تابعوني حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال التحضيرات ديال هذه الزلابيه هذه. بسم الله، نبداو على بركه الله. لتحضير هذه الزلابيه غادي نحتاج جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان من الدقيق الابيض، ربع الملاعق او ربع كاس من زيت نباتي. هنا عندي ملعقه كبيره من السميد الرقيق، السميد اللي كنديروا بها الحرشه، ملعقه كبيره من العسل، القليل من الملح، نصف ملعقه صغيره، ونصف ملعقه صغيره من القرفه. كناخذوا الدقيق الابيض، كناخذ السميده ملعقه كبيره، كنخلط على هذا الشكل هذا. كنوضع هذا الدقيق جانبا، كناخذ كسرونه كنوضع فيها الماء جوج كيسان، ديما كنعبروا بنفس الكأس. الزيت، الملح، العسل، وكنوضعوه على النار حتى كيغلى. هنا في الدقيق زيدوا القرفه، انا ما زدتهاش، خلطوا الكل. كاين اللي كيبغي ينسم بالفاني، وكاين اللي كيبغي ينسم بالقرفه، وكاين اللي كيستغنى عليهم بجوج. من بعد ما الماء كيغلى وصل لدرجه الغليان، غادي نطفيو عليه النار وغادي نمروا مباشره نوضعوا فيه الدقيق بسرعه. كنوضعوا هاد الدقيق ديالنا وكنبداو نحركوا. كنتحصلوا على واحد العجين اللي تيكون املس، كنخدموه هكا ملعقه ديال الخشب. ملي كيدفى شويه كنقدروا نستعملوا اليدين ديالنا ولا اليدين ديالنا. طريقة جد سهلة. باقي سخون، ملي كنقدر نتحكم فيها باليدين وكتبرد شويه كتدفى، ماشي كتبرد تماما، خصها غير تدفى. هانتوما كنقسمها على زوج نصفين، هنا كنكون وجدت واحد الصينيه مفرشه بورق طبخ، وكنكون وجدت هذا الجيب ديال الحلواني، خاص يكون هذا البوق هذا اللي مسنن على هذا الشكل هذا. هذه القطعه الثانيه كنوضعها في بلاستيك حتى كنكمل هذا الجزء الاول. هذه العمليه خاصها كتتم بسرعه، ما حدو العجينه سخونه. وهنا كنبدا نشكل ديبودة، ها
بهذا الشكل هذا. كنقاد هاد الجوانب هادو، كنستمر على هاد الشكل حتى كنكمل هاد العجينة ديالي كاملة. نحاولوا هاد لي بودان نجيبوهم قادين، ماشي واحد كبير واحد صغير. انا غنستمر على هاد الشكل حتى كنكمل لي بودان ديالي وغادي نرجع معاكم. ملي كنكملوا لي بودان ديالنا كاملين كنخليوهم في الصينيه واحد 15 دقيقه باش كينشفوا وياخذوا داك يحتفظوا على هذاك الشكل ديالهم. عاد غادي نقليوهم في زيت ساخن. هنا ملي كيسخن لينا الزيت جدا كننقصوا عليه النار وكنبداو نحطوا هاد العجينه ديالنا. وكنبداو كنقلبوا فيها غير بشويه. باش كتاخذ اللون الذهبي من جميع الجهات. لاحظوا معايا هنا ما كنعمروش المقله باش ما كيبردش لينا الزيت. هنا ملي كياخذوا داك اللون الذهبي غادي نزولوهم مباشره. كنوضعوهم في العسل يكون بارد. ثم كنوضعوا البقية. من بعد كنزولوها من العسل وكنديروها في واحد الشباك باش كتقطر من داك الفائض ديال العسل اللي فيها. كتجي رائعة.